كان في انصاف كانت بلدنا تكرمنا، تدينا اوسمه وناجين. احنا اللي عملنا انتعاشه في الاقتصاد المصري. مين اللي عمل النقله الحضاريه دي غيرنا؟ تعثرنا شويه، ايه اللي حصل؟ طب والله لو امريكا حكمتنا يبقى احسن، مش دول كفار؟ لكن على الاقل فيهم ناس بتفهم نقدر نتكلم معاها. يا حبيبي لو الاخوان مسكوها ده يبقى احسن، على الاقل دول ناس واضحين وفاهمين. اي بيزنس مان في العالم يعتبر ثروه قوميه، محدش يقدر يجي جنبه. لكن لو عندنا، لو واحد تعثر ما يصدقوا يقلبوا الدنيا على دماغه. يا عاصم بيه، احنا مش جايين نتكلم في السياسه، احنا جايين ناخد فلوس هنداوي بيه من سيادتك. ما احنا اتفقنا على جدوله المديونيه، ولا ايه يا محسن بيه؟ ما احنا مجدولين المديونيه 3 مرات قبل كده، وجايين في ميعادنا حسب الاتفاق. يا دكتور انا مش ممتنع عن السداد، انا متعسر. وانت انسى ال 100 مليون بتوعك. امال احنا هربانين وعايشين في لندن ليه؟ عشان متعسرين. وانت كمان مسيرك تتعثر وتهرب وتيجي تقعد معانا هنا في لندن. لندن يعني اقدر اسجنك. يا محسن بيه، احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصوره شويه. تغمقها ازاي؟ دي بيضه وزي الفل، دي قشطه. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شويه، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيه بتاعت شادي بتقول بننام على صدرها؟ اه. شوف يا محسن بيه، حكايه الفلوس دي حكايه مهمه جدا، يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضعف البورصه تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه اتصدروا تلاقي اللي بره. اه،
كده برضو يا حبيبي يا هاشم يا حبيبي. بقول لك يا ام مصر بيه. عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهوره؟ مش قوي. عملت كليب واحد اتعرض مره واتشال. اتشال ليه؟ سكر خارج شويه. خارج اكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا عايز اعمل لها شريط. شريط واحد؟ نعمل لها شريط، نجح نعمل لها التاني. انا اللواء الشديد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. فين محسن بيه هنداوي؟ موجود فوق يا فندم. عايز اقابله ضروري. خير يا فندم. في اوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافه محتوياته. ليه يا فندم؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق اوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها. دي البلد كلها كانت سهرانه هنا امبارح. في ايه يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه في مصيبه بره. مصيبه ايه؟ بوليس الاداب؟ لا مش بوليس الاداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش مين؟ اللواء شريد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجه مع البنك ومجدولين ومنسدد، بس يعني زي ما تقول تعصرنا شويه. علينا مبلغ لا يذكر، حوالي 800 مليون دولار. انا اللواء شديد عبد القوي، اتفضل معانا يا محسن بيه. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. انت اسمك ايه؟ فرج. يا فرج هات الجيسترينج هذا. جيسترينج مش ده؟ ايوه يا ابني، دي بتاعت عينة بول. الجيسترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو اللي عارف فيه بتاعها، في حته حمرا كده. ايوه هو ده. هو ده الجيسترينج؟ ايوه هو ده الجيسترينج. بتلبسه فين ده؟ ها؟ بتلبسه فين ده؟ في العضل. هات. هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب اتفضلوا حضراتكم عشان لسه المدام هتلبس جرو بوكس وانا جاهز. اتفضل جهزنا خلاص؟ تمام. فص على الباشا. اتفضل. شغلنا في البلد سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارسا على القصر بكافة محتوياته واعتباره أمينا عليه، وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي. يا بيبي أنا مش شايف أي مبرر للي بيعمله البنك معايا. أنا أكبر عميل لبنك الأمان. القرضين الأولانيين أنا مسددهم بالكامل مع الفوايد. اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل إيه؟ فيه إيه؟ ولا حاجة. وأديكوا اتحفظتوا على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك أخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعادة الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم. في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عملية تجميل. اللي عايزة تكبر حاجة، اللي عايزة تصغر حاجة، اللي عايزة تشد. والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما 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 هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد
وتصغر وتطول وتأثر هتبقى مضمونة 100%، هتسدد البنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهلة كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نأثر ومن غير اي حاجة. طيب احنا هنعمل اعادة تقييم لأصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا 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 يا شيخنا، الحقيقة احنا عندنا كل حاجة. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب، ده أول وأكبر مصنع للصناعات الثقيلة في مصر والشرق الأوسط كله. إيه؟ يا أم إبراهيم؟ إيه؟ أم أحمد معاكي؟ موجودة يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. مين دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسة كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والأنفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنة الأساسية في البنية التحتية بتاعت مصر كلها. أنا مش شايف أي حديد خالص. لا أصل النهاردة أصل نص يوم، يعني بنشتغل بنص القوة بس يعني. اشتغل شغل كده، يلا يلا. أيوه اشتغل شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني. صلاة النبي، شوف النار طالعة إزاي؟ شوف النار. كمان شوية نار حلوين. أيوه. بس 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 كويس أوي. يا حلمي. كم حديده كده من النار بتاعتهم، التليفون في حتت مبلوله والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر حاجه زي كده. ده بقى يا باشا، ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم، ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ها؟ ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله، بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح. مش حلو قوي قوي. لا مصوراتي بسرعه. ده مصنع هنداوي للدخان، ده اول واكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الاوسط. الحقيقه احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل كيوي، لان اتضح ان الاقبال عليه في السوق شديد شويه. ممكن ندخل؟ نعم ندخل. أنا بقول بلاش، أنا عشان الدخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء أجانب اسمهم الخرمونجية، دول اللي بيحددوا نوعية الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للأسف أنا كان نفسي أقدم حاجة بس الدخان كله السحب. يا حلمي. أمري فندم. علبة بتاعتنا من الإنتاج الجديد مليانة كيوي. كيوي، مليانة كيوي تروح للأولاد في البيت عند الباشا. تيجي صور يا فندم، تيجي صور بسرعة. أولاد مين؟ أولاد حضرتك، هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروة الحيوانية، ده أول وأكبر مشروع للثروة الحيوانية في مصر والعالم العربي. ده للإنتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمة موجودة بوافرة في الأسواق. المعزة دي بتدي 3 معيز في اليوم، في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. ايوه يا فندم. بتفضلك معزه صغيره، ها، تحطها باكج ويروح للاولاد عند الباشا في البيت. ها اولاد مين؟ اولاد مين؟ والبطه، هات بطه قسمها وتوديها للاخوه في البيت. قطع البطه كده حتت حتت بس حتت تكون كويسه وتوديها للباشوات في البيت. يلا نطلع هو من هنا. مين دول يا ابو حاجة. احنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الارض. هات الباز يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ اقول لك انت مين؟ انت كده في ايه؟ هات ايدك. عارف انا مين؟ باز يا حلمي. ايه يا استاذ حمدي؟ حالتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا، شويه كسور على تربانه، على كام جزع، على كام خلع، ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي؟
عملت أشعة؟ نعم أشعة. اللي هي إيه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. إيه يا باشا؟ لا عايزك يعني شد حيلك كده وتغليك يعني انت كبير بتاع يعني عايزين دي بقى تبقى كلها بعد كده، عايزين تبقى كلها ان شاء الله. اهلا اهلا. لا حول ولا قوه الا بالله، استشهد ولا اشهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا، طلب ابو سيدي. طلب اخير؟ اخير عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي، اشوف ولادي. لا هنا زياره ممنوعه الحقيقه يعني. طب 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 استنى 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 استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منين بسبتني؟ انت في حيل. مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا الجدول. الاداره الجديده متربسه قوي. هو في ايه؟ هي البقره لما بتقع بتكتر سكنها؟ هم هاجوا علينا فجأة كده ليه؟ وهيستفيدوا ايه من كده؟ عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا. تعصرنا شوية، ايه يعني؟ الدول نفسها بتتعصر. نظام باشا في انتظار سعادتك. مساء شكري باشا. السفير الامريكي عنده جوه، اول ما يخلص سعادتك هتخش على طول. هو متعسر اخر؟ هو مين يا فندم؟ السفير الامريكي. ماله؟ لا مفيش. بنك الامان قلب اصله معاك، حب يعمل لك شويه شوشره. ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشده، وانت جاي لي عشان نرخي الشده دي شويه، مظبوط؟ نظام بيه عبد الدايم طول عمره مظبوط. قول لي بقى، عباس شريك يا ابن سيادتك اخباره ايه؟ تمام تمام. ده حتى هنا من الصبح. ياه اهو شرف يا سيدي. اهلا بابو شريكي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا بوبت؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ انت ما بتجينيش الشركه ليه؟ سيبني واقول لوحدي يا راجل. هو بقى في سنه ايه دلوقتي؟ بقى في سنه ثانيه ابتدائي يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نجح في سنه اولى. الواد ده لازم تبخروه. اقعد اقعد يا عباس قبل ما اخلص مع عمك محسن. ايوه يا باشا. دي ملاهي هنداوه يا باشا، وزي ما سيادتك عارف دي اول واكبر مدينه ملاهي في الشرق الاوسط. دي مكلفة فوق ال 40 مليون جنيه. راحوا يقدروها. إيه ملاهي؟ أنا عايز أروح ملاهي ده. ثلاثة بالله العظيم هرجع. من بكرة هتبقى ملاهي بوبس. أيوه أيوه يا محسن بيه، بس مش معقولة يعني هتدي الولد هدية مدينة ملاهي. يا عم خلي العيال تلعب. دي ضربة معلم يا محسن باشا، دي معجزة. بشرفي انت ساحر. ايه اللي حصل ده؟ لهجة البنك اتغيرت خالص. دياب لسه قافل معايا، جدولوا لنا القرض وزودوا لنا المدة. عشان تعرف انت بتشتغل مع مين يا متر. سيادتك لغز كبير قوي يا محسن باشا، نفسي اعرف احله. بوبوس. نعم؟ بوبوس. دي نظرية اقتصادية جديدة؟ دي نظرية بوبوس لجدولة الديون المتعثرة وتوفيق الأوضاع. دي نظرية أمريكية؟ لا دي مصرية 100%. على فكرة يا باشا أنا كده متفائل قوي. متفائل بإيه؟ إحنا لينا فلوس برة كتير قوي، لو لمينا نصها هنسدد كل اللي علينا وزيادة كمان. أهم دول كبار رجال أعمال في البلد، اللي عنده 200 مليون واللي 130 مليون ومشاريعهم شغاله وعايشين ملوك. روح خد فلوسك منهم انت احق بيها دلوقتي. مين الاولاني ده؟ ده كريم ثروت. لنا كام؟ 45 مليون. انا لساني اتلوى معاك.
غلبت اقول لك ما تتعاملش مع البنوك المصريه دي، دولت ناس ما لهمش في البيزنس ولا يعرفوا اي حاجه في البيزنس من اساسه. وقلت لك كمان حط فلوسك في بنك مانهاتن، دولت ناس كوركت بيس وبراكتيكال. عايز تجدول يجدول لك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. اي بيزنس مان مع بنك مانهاتن حاسس نفسه سيف اند سكيور. نصيب بقى ثروت ال 45 مليون دولار بتوعك هكتب لك بيهم شيك على البنك مانهاتن. اسف جدا نسيتهم. اي بيج يور باردن. متشكر يا ثروت. ايه الصوت ده؟ ده صوت مراتي. هي مراتك بتولد؟ الحاجة ضاعت يا ثروت! بنت انحرم! خسرنا كل حاجة! بنك مانهاتن فلس وفلوسنا كلها راحت! يا حرام! يا حرام! طب يا ثروت اجي لك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. يا عم جيد! عم جيد! على فين يا باشا؟ ايه؟ على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلاح دار اللي في الزمالك، عارفها؟ هو في حد ما يعرفش هاشم بيسلح دار يا باشا؟ عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها. بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخد الفلوس بتاعتنا اللي عنده. ربنا يسمع منك يا باشا. هاشم بيه موجود؟ ايوه يا فندم. قول له محسن هنداوي. اتفضل حضرتك، اتفضل. أرد بره يا قلبي جوه، يا قلبي بره بره. بعد ما خسر فلوسه في البورصة هو عالحل. حبيبي يا هاشم. ولا سبت حد لما رحت له؟ ده كلهم متعسرين. رحت لفتح الشواتفي؟ لينا عنده 9 مليون وكسور. رحت له عنده زهايمر. اول ما شافني قال لي ازيك يا فاطمه، افتكرني امه. طب بس 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 عطيه ابو سريع. مين عطيه ابو سريع؟ عطيه ابو سريع بتاع الادوات الصحيه. اهو ده بقى لينا عنده كاش يعدي 7 مليون، ده غير حصتنا في الفيلا اللي كنتوا خدتوها مع بعض. ايوه احنا لينا فيها النص، والفيلا دي تعدي دلوقتي ال 40 مليون. حبيبي هاشم. هاشم مين؟ انا بكلمك عن عطيه ابو سريع. مو هاشمي بس حبيت جس نبلور با Ne fais pas comme ça, chérie. Je suis malheureuse. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, chérie. Merci. Ah oui, tfadal. كل يوم يعدي عليا أصعب من اللي قبل. من يوم ما دفنته حسيت إن أنا دفنت معاك. بعد الشر عليك يا موجة. مش معقولة تفضلي تعيطي عليه بقيت عمرك. أنت في حس شبابك. وألف راجل بقى يتمنوكي. بس تعرفي عدي الله يرحمه كان واطي. واطي قوي. ما سابش واحدة من أصحابي دول ما حاولش معاها. كتيرة قوي كنت أقفشه بيلعب في مناخيره. أقول له بتعمل إيه يا عطية؟ يقول لي بتسلم. وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامل. يقعد يفعص فيهم يفعص فيهم لما تتفعص يحط إصبعه في بقه. يعمل صوت بشع وهو بياكل. كنت برجع. لكن أنا بصراحة غفرت له كل حاجة بعد لما مات. هفضل مخلصة له بقيت عمري كله. بس تعرفي بقى اللي فريمون جنتي طلع ذوق مات بدري. الحمد لله. راجع هاني تشري؟ سيل فو بلي رأفت كابوتشينو سان سكر. مهجة هاني؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الاسود بتاعي عشان انا حزينة. ربنا يجعلها اخر الاحزان، اوكي؟ ماشي. على فكرة لطفي الماس بقى هلكني هيموت عليكي كل يوم موجع موجع موجع. بليز بقى هني عليه شوية. ما يصحش ده كان صاحب جوزي. الله وده يمنع. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديون له 100 مليون جنيه والراجل من جونتياس بتاعته ما فتحش بقه لغاية دلوقتي. وعلى فكرة جايب لك كل ديامون يجنن يجنن سينيه بالجاري.
تعرفي انا ظلمت لطفي معايا، يا ريت تبلغيني انا بكن له كل احترام. يا دكتة ودلع يا يقول لنا تغير. ايه اللي انت بتعمله ده يا حيوان؟ يا دي نانسي عجرم حضرتك. في العزة؟ لا في الكاسيت. شيل ده بسرعة بسرعة. حضرتك راح فين يا راجل؟ خلاص بقى ماشي. بقولك ايه، على بال ما اتطرق الستات دول انا حاصل لغايه لطفي، وعلى بال ما اجيبه بقى تقلع الفستان الاسود ده، فاهمه ولا لا؟ ارباب يا جماعه، فرصه سعيده اني شفتكم. باي يا روحي. باي باي. أنا مهجة النشر، حرم المرحوم عطية أبو سريع. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام، يجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي، صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن، بيه على حضورك. لا على إيه؟ شد حيلك. آه إحنا كده. آه الميت بيرتاح، والحي هو اللي بيبقى تعبان. آه والله. لا 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 اجمدي امال، اجمدي يا مدام، اجمدي كده. ها ها لازم تجمدي. انا جمدت خلاص مستي. ما تجمديش قوي كده يعني، هو كان غلط كده بس. الله يرحمك عطيه، والله والله ما اعرف الا دلوقتي. عطيه كالرجوله كالرجوله، طول عمره كان يحب الضحك والفرفشه. اي والله، بس شهاده لله كان ذوق حلو، وكان يحب يمتع نفسه، وكأنه يا حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي. اي والله، انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه، قصدي اعزي فيه. تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له بني طاطا. اي والله كان يحب كلمه طاطا دي قوي، بدلعه. طاطا اخبارك يا طاطا؟ وهو بقى يقول لي يا ميحة، لان انا محسن. قولي ازيك يا محسن. محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين. محسن جيت، طاطا راح، طاطا جيت، جيت فواح اللي انت بنتك تروح. يا حبيبي يا هاشم. قهوه قهوه قهوه. ولا بيرة ساعة. محسن بيه هنداوي سيادتك، انا اسمي رأفت شغال هنا، انا من اشد المعجبين بسيادتك. سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب. انا سيرفيست على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني، وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس، على شويه سوداني سخنين، على شويه كاجو. ها عشان دي الظاهر انها ليله حلوه، ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عز من عطيه، انا كنت بحب عطيه قوي. ازيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسه الحمد لله. احسن نفسي قوي. لا 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 لا، انا عايزك تبقي مؤمنه كده، لازم تكوني مؤمنه. لا 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 انت بتعذبيني كده، انت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنه و... ها بس بس حبيبي يا حبيبي يا هاشم. مشبره يا باشا. هنا ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفعزه؟ ده محسن بيه هنداوي، صاحب اول واكبر كل حاجه سيادتك. امشي. هو كان فيه زي عطيه، كان جدع وصاحب صاحبه.
اه والله عمره ما كان مليم على حد، عشان كده ليلته زي الفل فل. لسه مقابله من اسبوع في الجيم، كان طاير من على الارض طير. اه والله زي الفراشه، كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ يا طيب الله يرحمه، هو اللي انا دخلت عز غلط بقى. انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه الثانويه بتاعته النهارده، ميت من سنه. ميت من سنه؟ امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك بس ما تصحش كده قدام الناس. دول اصحابي الانتيم، ما بخبيش عنهم حاجه. لا اصل ده موضوع عائلي لازم نتكلم فيه على انفراد. اوكي يا مهجة، احنا هنمشي بقى يا روحي. اورفار. اورفار يا روحي. اورفار، مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. بنت حلال يا بنت. باي يا راوي. ميرسي. بونوي. بونوي. رافض عينيا يا باشا. هات لي بقى ازازه تانية عشان شكل القعده كده هتطول شويه. ها عينيا يا باشا. والنبي يا باشا سيادتك، يعني ممكن قبل ما تمشي اخد معاك صوره؟ قوي. اجيب الموبايل من جوه؟ قوي. الله يخرب عقلك يا طاطا، سنه ميت وتجيلي الجيم. نعم، عاوز ايه؟ تعالى اقعدي جنبي كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى اشربي الكوبايه دي عشان نبقى احنا الاثنين في مود واحد نعرف نتكلم مع بعض. مش طفحه الزفت ده. ويا ده عايز ايه؟ شويه بقى باشا بسطرمه على شويه جبنه على شويه لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونيه مخلله كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلميه الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجة يا زفت. أطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ ما أنا مش عارف أتكلم وأنت عصبية كده. تعالي اقعدي. اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. أنا محسن هنداوي، صاحب هنداوي جروب، أول وأكبر مجموعة اقتصادية في الشرق الأوسط. شوية زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونة معصفرة بقى كده على مزاجك. ها؟ يا سلام يا باشا، كبري الليمون. ما تجيبش حاجة يا زفت. الواد ده جدع. اخيرا مهجة وافقت عليا. ياه، انا مش مصدق نفسي. انا ما قلتش انها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزه بتاعتي الانثويه وباعتباري ست بفهم، اقدر اقولك ان مهجة بتموت فيك. ازاي؟ مهجة انسانه مش عاديه، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المده الطويله دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات، تبقى اكيد معجزه. هو ده بقى اللي مخليني مش عايز افرط فيها. اوكي يا محسن بيه، صدقني انا اول مره اعرف ان المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل، سيب لي نمره تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك. اه طب والفلوس؟ فلوس ايه؟ السبع مليون دول برضو ما عندكيش فكره عنهم؟ مش حضرتك ماضيه على الشيكات دي برضو ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس اديني اسبوع 10 ايام احضر لك المبلغ. طيب ادي احنا قاعدين هنا اسبوع ولا 10 ايام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ انت اتجننت بقى ولا ايه؟ انت مش طبيعي؟ لا تشتمي ليه طيب؟ انت بقى اللي مجنونه وقلت الادب. لا احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. انا اللي غلطانه ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى انك انت وليه لبط ومش هتجيبيها البر. وليه؟ زعلتك وليه قوي، واللبط ما زعلتكيش. ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شويه. اصبر اصبر اصبر. وفي حد بيصبر النهارده؟ اشمعنى انا يا محمد؟ لا الحكومه عايزه تصبر ولا البنوك عايزه تصبر، اشمعنى انا اللي اصبر؟ والنبي يا سعاده الباشا، الصوره اللي انت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا استاذه موجه يعني صورينا عشان انا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وبعتهولي بلوتوث. ها يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا، انجر. ايه في البابا رافض؟ مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا محدش ليه دعوه بينا. مش كده؟ اه. سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي.
مش عطية الله يرحمه ده مش كان صاحبك اعمل له اعتبار؟ ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي، وكنا واخدين البيت ده الشركة عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان فيه طاطا ولا ميحة ولا حد يعمل ميحة، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البنت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشة لوحدها وارملة؟ ارملة؟ ارملة يا عيني ارملة ولابسة فستان اسود، فستان قصير ورجليك طالعة زي البنور. هو انتوا كده رجالة تموت تحلو وترمرموا بعد كده؟ ها؟ انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوس وانا حاملها. طب وديني ما انا مديك اي حاجه، ايه رايك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتك. انك انت استفرطت بيا؟ لا هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. انا في حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ لا عشت ولا كنت. شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي 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 استنى يا لطفي 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 اكيد فاهم غلط. لا 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 تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها؟ لا استنى عشان ده بلوى هنا، في بلوى. تعشي من هنا، تعشي من هنا وانا اشيل من هنا. ماشي ماشي. من عند الوراك وانا اشيل من عند الراس. ها؟ ايوه. بس اسمع. لا استنى استنى. معكش كوريك؟ كوريك؟ اجيب لك ساتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع. انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي ماشي. ماشي؟ ماشي. ماشي. استنى بس استنى. طب اسمع. ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحتها؟ انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. ايه وانا بعزم عليك على اكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي يلا. الولاده دي مجنونه يا رأفت. ايوه يا باشا وبتاخد مهزئات. مهزئات؟ ايوه يا باشا سيادتك يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضي وعلى المليانه. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجه. بقول لها انا ليا نص البيت ده راحت وقع من طولها. انا باشا مش مصدق نفسي. انا بتكلم مع سيادتك. انا مره شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا وانت بتحكي عن قصه كفاحك وازاي بدات من الصفر ووصلت بقيت اهم رجل اعمال في مصر. بص بص يا رافت. ايه يا باشا؟ اهم حاجه في رجل الاعمال انه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني. مهم جدا. يا سلام. عنك انت اخويا عنك انت. ايوه عارف رجل اعمال لما جيله فرصه لازم يتبت فيها يمسك فيها بارد ما سيبهاش. ما سيبهاش ابدا. يا سلام. قميص نوم ولا حاجة عشان متهيألي بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب. أنا بقول أنام هنا أحسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا أوضتك موجودة يا باشا. آه. ما يصحش يعني. طب ما نلبسها قميص نوم ما يصحش حد يجي ولا حاجه. ده هي بتحب تنام كده يا باشا. بتحب تنام.
لطفي استنى يا لطفي الله. هي دي بقى الطهرة الشريفة يا استهانم؟ ها؟ لطفي دي زي القطة المغمضة يا لطفي. دي ست منحلة ما كلفوش نفسهم حتى يقفلوا باب عليهم. معقولة مهجة تعمل كده؟ ومين الراجل ده؟ أنا بقى متأكدة إن مفيش أي راجل في حياتها. وأنا زي العبيط لهبل واخد لها ورد وداخل عليها لقيها بنت ال... لا أرجوك ما تقولهاش بليز، ما تخليش الشك يدخل جواك. شك؟ شك إيه يا مدام؟ ده إحنا الاتنين دخلنا عليهم ولقيناهم مقطعين بعض و... ما تقولهاش بليز يا لطفي، ما تقولهاش. ده هي تحت وهو فوق يا هانم، هي تحت وهو فوق. دي أوضة المرحومة باشا. بقى مرحوم كان بيسيب لقطة القشطة دي ويجي ينام في الأوضة دي لوحده؟ عز بقى باشا، أنا نفسي أتجوز مخصوص يا باشا عشان أنام في أوضة ومراتي تنام في أوضة تانية خالص. تعرف يا رافض، أنا كمان نفسي أتجوز عشان أنام في أوضة ومراتك تنام في أوضة تانية خالص. إيه؟ إنما أنت ليه يا رافض ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ قارين فتحة من 9 سنين يا باشا. 9 سنين؟ ودي صورتها قبل الفتحة ولا بعد الفتحة؟ جوازها أصلها متعسرة شوية. الله، أنت كمان متعسر؟ الدولة مش عايزانا نتجوز يا باشا. ليه؟ أنت خطيبها من حركة كفاية؟ لما تبقى الشقة التعبانة أوضة وصالة ب80,000 جنيه تبقى الدولة مش عايزة. لما الفرح المعفن يخش له في 10,000 جنيه يبقى الدولة مش عايزة يا باشا. لما المرتب يخلص بعد اسبوع من الشهر وبقيه الشهر ناكل عيش حاف ده لو لقيناه يبقى الدوله مش عايزه يا باشا. يعني ابوها وامها موافقين؟ طايرين بيا يا باشا. والبنت بتحبك اكتر من عمرو دياب سيادتك، وبتجيب لي دباديب كمان. دباديب؟ والدوله هي اللي مش عايزه؟ ايوه يا باشا. مين بالظبط في الدوله اللي مش عايز؟ ما كلهم حبايبنا. ما توديناش في ده يا باشا، يعني ما توقعناش في الغلط سيادتك. طب ما تروحي للكبير. كبير مين سيادتك؟ ما تروحي للرئيس. نعم. نعم ايه؟ تروحي لرئيس الجمهورية. سيادتك عايزنا اروح انا للرئيس اقول له ان انا عايز اتجوز تهاني؟ يعني سيادتك الرئيس يعرف تهاني؟ الرئيس يعرف تهاني وزكية وعليا وليفني وكندريزا رئيس. الله، مش رئيس؟ لا يا باشا سيادتك، ده انا طب ساكت، يعني انا اقف قدام الرئيس وجها لوجه كده ده الكلام ما يطلعش يا باشا. تعال اعتبرنا انا الرئيس. قولي اللي جواك. يعني سيادتك مالك يا ابني في ايه؟ اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول مال. بالنسبة يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. أنا بقول نفسخ الخطوبة وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدولة مش ناقصة سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ أنت مديون بكام؟ بلاوة يا ريس، 1,270 جنيه كل شهر قصاد بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك؟ توك توك؟ ايوه التوك توك، زائد 170 جنيه قسط الموبيليا اللي انا بعملها في المناصره، ده غير المنجد. منجد؟ حد برضه يقول للرئيس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت مقفله في وشي زي الدومنه، والحكومه نازله بتصريحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحق والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب، حد يمسك الريس بالطريقه دي؟ ما انا يا ريس تهاني، تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح مننا يا ريس. يا ابني انت عندك مشكله تهاني، انا عندي مشكله 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس، حرام عليكوا. الله يخرب بيت الديمقراطيه اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي، أنا حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال أسمع واحد فاسلي زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخلية كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، أنا أصلي على باب الله. يا ابني كلنا على باب الله. أنت فاكر إنك أنت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين،
احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ اه. مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلمه على موضوع تهاني. تهاني انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس وقعدت تمسكني من الجاكيتة والزعق كده وتفتف في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس وانت الريس. تعالي هلا. منورنا يا محسن بيه. اتفضل حضرتك. ازيك يا تهاني؟ ما انت زي القمر اهو. اصل الواد رأفت وراني صوره ليك امبارح، كنت شبه الخروف الحاقد. ابويا برضو كان بيقول لي كده. كان بيقول لي كده؟ انما ايه ده كله؟ بتوصيه بيا كده ليه؟ اصل رأفت موصينا على حضرتك بالذات. انت عرفت رأفت ازاي؟ في الكلية. أصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمة اجتماعية، حبينا بعض بقى، وبعد ما خلصنا المعهد رأفت دخل تجارة وأنا دخلت أداب، وبعد ما خلص تجارة كمل في حقوق وأنا كملت في رياض أطفال، وهو دلوقتي إيه ما شاء الله في المعهد العالي لإعادة إعداد القادة المتوترين. أنتم مقضينها بقى شهادات ومفيش جوائز. هنعمل إيه بقى يا باشا؟ ما إحنا عايزين نكون نفسنا. ما أنتوا بقالكوا 9 سنين بتكونوا نفسيكم. ما هو رأفت شغال الصبح على التوك توك وبالليل بيشتغل هنا، وانا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كمبيوتر. امال بتتقابلوا امتى؟ الفجر؟ لا طبعا، رأفت شغال امن على كومباوند طول الليل لحد الصبح. عايزين نخلص بقى من الاقساط اللي علينا. الاقساط؟ وانا معدي هنا بالاقساط. الباشا الكبير قوي. الله، انت ايه اللي جابك يا ده رأفت؟ وانا يا باشا ما اقدرش افوت فرصه اشوف سعادتك يعني واضيعها. انت ابن حلال. والله يا ابن حلال. مش انت، انت ابن حرام. انت ما دخلتش الفيلا ليه؟ ايه؟ طهت ازاي؟ ايه يا راجل؟ اسمعيني بقى يا بنتي، انت مش فاهمه ايه اللي حصل لي امبارح. انا في مصيبه وطبت على دماغي. الراجل ده وقح وقليل الادب، كان جاي يعزي في جوزي. انا كنت فاكره كده. تهجم عليا وضربني، كان شارب وحالته زي الزفت. معلش يا محسن بيه، البص اصلا متاخره ولازم تطلبي النهارده شويه فول بقى يا باشا، عموله مخصوص من عند الجحش. كيفك يا حلمي؟ دايما عامل يا باشا. هو انا لحقت اطلب البوليس؟ انا ما ادريتش بنفسي. راجيه بقول لك كان هيقتلني. الله، بس دراسة الجدوى بتقول إن القناة الفضائية هتخسرنا كتير. مش أنت قلت لي إن أي مؤسسة اقتصادية يلزمها مؤسسة إعلامية عشان تسندها؟ كوباية مية لو سمحت. يا فندم لو سمحت، بعد إذن حضرتك عايز أقول حاجة مهمة جدا. المؤسسة الاقتصادية نفسها منهارة، فهل من المنطق إن إحنا نجيب مؤسسة إعلامية تسند اقتصادية؟ هذا سيزيد الإنهيار بلة. كده. وبعدين يعني كما تعلمنا من حضرتك أن دراسات الجدوى مع احترامي لها، دراسات جدوى في كثير احيانا بلا جدوى. وحضرتك بقصد او بدون قصد عرسيت كثير من القواعد الاقتصاديه، وانا بتكلم من منطلق هذا. هذا قد يكون جائز في حالات اخرى لكن في حالات ده لا. يلا رأفت مالك؟ انا اسف جدا يا فندم، سيادتك انا اصلي اول مره بشوفها بالنهار. سيادتك تشوف ايه؟ حسب تعليمات سيادتك. أيه. انا اديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت. يعني ازاي انت بلطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني وتمشي؟ انا مش فاهمه. هو فكر كده؟ لا، ده يبقى شكاك كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي، انت عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه ما المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تاخر اطلاق قناه هنداوي الفضائيه له علاقه باي خلاف بين حضرتك وبين الدوله؟ لا 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 لا، مفيش اي خلاف بيني وبين الدوله، بالعكس، ده انا علاقتي بالدوله علاقه يعني زي الفل. احنا بس عايز اقول لحضراتكم على خبر جديد، اللي احنا قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية الى قناة بوبوس الفضائية. ليه؟ لان بوبوس بيدي معنى
معنى. يا نهار ابوك اسود. انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح اطروحه اقليميه، يعني تمتد الى البحر الابيض المتوسط، في مفهوم بحراوي ابيضاوي، فبيمتد انتماء يعني اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحيه الاقتصاديه في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمراه وتختص بال يعني بالمزز برضو لو في بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناه بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس أنا حضرتك شايف يعني إن قناة هنداوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الأحمر، والأمور البحر الأحمرية واضحة كما يلي. فهناك بحر أحمرية؟ ده أنت الأحمرية، أنت مالك أنت بتتدخل ليه؟ أستاذ محسن، يا ترى قناة بوبوس الفضائية تنطلق من ميدان الإنتاج العالمي؟ لا هي هتنطلق من هنا، من قلب بيتي. بيتك؟ بيتك؟ بيتك يا روح أمك احتليته؟ ايه فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو ملكي، ثانك يو فيري ماتش ملكي. برا برا برا، امشي من هنا برا. بيتك بيتك، ولابس بدلة فوزي. انا بدلة مين؟ ايه العباسة دي؟ ايه اللعبة؟ يلا ادي بقى دي حتى ريحتها معفنه ومنتنه. ها اقلع الهدوم دي. اقلع ده كمان. اقلع ده حتى ريحته معفنه راخر، والزهر كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقولي ليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص. انا حاجة بقى مش هتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجة، فاهم؟ لطفي لطفي، استنى يا لطفي. دي ست مش كويسة، قذرة، سافلة، منحطة. طب استنى بس يا لطفي، نديها فرصة تانية. فرصة؟ فرصة ايه يا هالة؟ يا ست فاضيالنا أساسا، عايزين نشوف ايه أكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت. لطفي لطفي، استنى يا لطفي. محدش حاسس بالمصيبة اللي أنا فيها. عطية مات وسابني على الحديدة، عليه شيكات وديون لناس كتيرة جدا، كل يوم والتاني واحد ينطلي. كل اللي بتقوليه ده ايه دخله بقى بان كل ما ادخل انا ولطفي الاقيك انت والراجل ده فوق بعضكم؟ مين الراجل ده بس؟ بصي، الراجل ده عنده شيكات ممضية بسبعة مليون جنيه، يعني ممكن يحبسني في اي وقت. وبعدين اكتشفت ان نص الفيلا اللي انا قاعدة فيها مكتوبة باسمي. كان ممكن تقولي الحقيقة لطفي، وهو اكيد هيتصرف، اكيد هيقف جنبك. وانا ملحقتش بقى. يا قوية. محسن بيه، أستاذ لبيب المحامي بتاع مهجة هاني. أولا يا محسن بيه أنا بعتذر جدا. تاخدي عنباية حمراء؟ ها؟ وناخد عنباية صفر.
رايك؟ برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه، واحده حمراء وواحده صفراء، ها؟ وانا اخد ايه، واحده صفراء وواحده حمراء. كوكتيل وايه؟ هم يا ماما. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهج هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات، انا عايز فلوس. تأكد يا محسن بيه ان انا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهج هانم، بس حضرتك عارف حال البلد، ولذلك انا بقترح. انت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهايه قولوا لي. ها، مش عايز قلب دماغ وحياتك. حبته هنا ولا ايه؟ ماشي. بقول لك ايه، خد دي اديها هديه لمهج هانم. اتفضل. ما تيجي بقى نشوف حاجة حلوة كده. ايه بقى؟ لا دي تعور. والله؟ اه. يعني بلاش؟ بلاش. اه. بعدين. اه. خليها بقى. صدر قرار من النيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شويه لغايه ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فتره التحفظ. طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق، واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت. ها مش هنضيع شويه. اسف يا باشا، العربيات كلها محجوزه عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. بقى فتحية انتحر الحوار على كده بقى. الله، عشان خاطر الحاجة. تعرف يا باشمهندس فتحية اللي قاعدة جنبك دي جوزها مفتري. دي لا دي ايه، دي عمرها الافتراضي خلص. لا اللي جنبها، اللي جنبها اه، كل يوم والتاني يقوم رنينها علقة موت. تقوم سايبه له البيت وغضبانة، ما يفوتش كام يوم الا وتيجي ام فتحية دي ترجعها له تاني. بلا، وترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها منين؟ اه يابا خليها على الله. يا ابني استهدى بالله، ده انت الكبير، تسافر ازاي؟ لو غرقت زي اللي غرق ولا مسكوك على الحدود، اعمل ايه هدف امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا وصلت بالسلامه يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا اي حاجه، ولو غرقت يا سيدي اديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك وتبقى صرفت على ستة بس. اه موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحة وفي الجاية. العيال خلاص اتخانقوا، قفلوا خالص. لقد حتفقى المناقشة بالنسبة لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفقى المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده. اه لقد حتفقى. الواد من دول عنده انه يموت برا ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانية. مين؟ فلتو ثانية. اه فهمته ثانية. لا فلته ثانية. دي بتاعت الراجل الكبارة دوت. اللي خد نوفل. خد نوفل. ايه ده؟ ده مات الكلام وانتحر الحوار على الآخر. مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الآخر، كله يأمن على بطايقه. واللي معاه حاجة يرميها. خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو. اكتب هنا يا باشا. يلا يا بسرعه. ايه وبعدين؟ ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا. يالا ده انت راكب صفيحة زبالة. انت شكلك مصرصر ياض. اوعى تكون شايفني قصادك ابو ضيق. انزل. جاي لك. ها جاي لك اما اشوف انت مين. حلو قوي،
هنقضي السهرة صباحي مع بعض. فين انت مين؟ معاك بطاقة هلا؟ لا انا معايا فيزا. يعني ما معاكش بطاقة كمان؟ ماشي 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 باشا. باشا انا اسف يا باشا، ارجوك تسامحني يا باشا. لا لا لا، اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. انا اسف يا باشا. لا لا انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامح. قول لي مسامحك تاني. بس اوعى تاخدها كلها. ها يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها حاضر يا باشا. مع الف سلامه. رأفت تهاني عايزه كل حاجه مظبوط، عايزاكم تقدموا الدرينكس بابتسامه حلوه قوي، عايزه بريزونس، عايزه كلاس، مش عايزه ولا غلطه. الف الف مبروك يا مدام معجة، لطفي بيه ده راجل هايل، ربنا بقى يسعدكم ان شاء الله يا رب. وعقبالكم انتوا كمان، قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد لله من 3 لـ7 سنين كده ان شاء الله. اخيرا. نعم. انت رايح فين؟ حاجه غريبه، حد يسال واحد داخل بيتهم يقول له انت رايح فين؟ فيك الدنيا بتنطط في وشي، لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك. طيب انا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. انا مستنيه ناس دلوقتي ومش عايزه حد يشوف وشك عندي، كفايه اللي حصل لي المره اللي فاتت. اتفضل امشي من هنا. امشي واسيب الناس اللي جايه بيتي؟ طب ارحب بيهم حتى، احنا برضو ناس بتفهم في الاصول. يا رأفت تهاني يلا طلعوا بره. محسن ده المفاجاه الحلوه دي يا فندم. ازيك يا تهاني؟ ازاي؟ لا 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 معقوله، ده رب تعيان النهارده يا باشا. ازيك يا رأفت؟ وازاي امك؟ الحمد لله. كانت عامله جمعيه سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعه السرير وكياس المخدات، جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسره رخر وعملت ايه؟ ابدا، جت استلفت من امي. يلا بره بره. طب ثانيه واحده، بره ثانيه واحده والنبي يا مدام، اتصور مع الباشا. امسك دي، صورني يا رأفت مع الباشا. الضحكه الحلوه بقى يا باشا. يلا امشي بره انت وهو. يلا والله عيال زي الفل، انا بحب العيال دي قوي. بصي بالرغم من ظروفهم الاقتصاديه الصعبه، شو بيحبوا بعض قد ايه، ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتزل الناس اللي جايه دول وناكل لقمه خفيفه وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونه؟ ولما الجنونه بتركبني ما بشوفش قدامي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن الهنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها، البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن 1,200,000,000. مليار ومئتين. مليار ومئتين. عملت دمج بين شركتك وشركة موجة النشار، وطلبت قرض من بنك الأمان، والبنك معصلك شوية، وانت جاي لي دلوقتي علشان أزق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نقف جنب رجال الأعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني، بس انت موقفك حساس قوي يا هنداوي. هو بس في حاجة واحدة يعني عايز اقولها لسيادتك. حاجة دي؟ احنا معانا شريك تالت في الجروب. مين؟ بوبوس. We'll be right back.
مليار و200 ما يفضلش منهم ولا مليم. كنا عملنا الشركه المهببه دي ليه؟ يا مهجة هانم، احنا كان علينا فلوس كتير قوي، والمصانع كانت شبه متوقفه، والعمال كان بقالهم 6 شهور ما قبضوش، ده غير عموله البنك. طب والله احنا ما خدنا عمولتنا ولا حتى المصاريف. يا طبطب ودلع، يا يقول لي انا اتغيرت عليه، انا ازعل اولع؟ ما هو كل ده عايز نرضي التكه فربانكا التيتا توتا تيتا تاتي. انا كان مالي ومال الغلب ده؟ واحد متعسر ومديون، بدل ما تخلصوني منه تربطوني بيه. البيت ده بقى كله نكد، انا ما بقتش طايق اعيش فيه. ما تسيبه يا اخي، وتغور في 60 داهيه. ارفع قضيه السب والقذف، شوف بتقول لي غور في 60 داهيه، اطلب تعويض كبير. يا هانم من فضلك اهدي شويه وبلاش توقعينا في الغلط، دي ناس عايزه تجيب فلوس باي شكل. طيب اسمع، انا اللي هحسب لك البيت وهبيع لك النص بتاعي. وانا شاري. ايدك بقى على 20 مليون وامشي دلوقتي. طيب ما تاخدي انت النص بتاعي واديني 12 مليون. يا اخوانا الحل موجود، حد يجي يشيل الليله على بعضها، كل واحد فيكم ياخد حقه، ويا دار ما دخلك شر. ده هو راجل اعمال بجد، عمره ما تعثر، البورصه تطلع تنزل تفلس هو ما يتاثرش. كل يوم الصبح يخش له كده على الريق 5 مليون. يا سلام. يعني في الثانيه 75 جنيه. في الثانيه 75 جنيه؟ يعني في الشويه اللي احنا اتكلمنا فيهم دول طلع له ب 600 هي مثلا تقريبا. السلام عليكم. اهلا 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 يا باشا. مهجة هانم النشار، دي فرصه سهيه. اهلا وسهلا. اه في العطسه دي عمل له ب 500 جنيه. محسن هنداوي. عطيات الانفوشي اخت عبد الحميد بيه الصغيره. اهلا مدام فنكوشي، اهلا وسهلا. انتوا متجوزين؟ لا لا، احنا يا دوبك شركه في الفيلا بس. معقول انا بص لواحده زي دي؟ تعالى يا فندم، تعالى افرجك على القصر. تعالى احنا نقعد يلا. اتفضلي اتفضلي يا هما، عقبال ما تتفرجوا على القصر. على فكرة أنا بحب الأنفوش جدا، لما بروح اسكندرية ما بقعدش غير في الأنفوش. أنا لما بروح الأنفوشي بأنفش. دي أوضة، أوضة، إيش حالة ما كنتش هتجوز في أوضة؟ دي أوضة في بيتنا، هي أوضة في بيتكو، وبعدين أنا أبويا وأمي قفلوا البلكونة بتاعة المطبخ عشان يناموا فيها. هننام على البلاط بقى يا رفض؟ ما السرير موجود والمرتبة موجودة. طب ومولة السرير؟ يا سلام، جوازها هتبوظ عشان مولة السرير؟ وبعدين انا دافع المقدم بتاع المولة من 3 اشهر، وكل شوية ادفع عرافة تدفع عرافة، هو في حد فيكم بيدفع حاجة؟ الست مننا لما بتبقى وحيدة نفسها بتتسد عن الدنيا خالص. وحيدة؟ وحيدة زي هانم؟ يا الرجالة عميت. اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش. واو، في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيه لونهم يجنن، ما حصلش، ما كنتش واخدة بالي. عيني انا؟ ده ما حدش قالالي في حياتي. ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص. ما قلتليش بقى انت عايزه تبيعي الفيلا ليه؟ في حاجه؟ ما هو يعني انا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي يشاركني حياتي ما كنتش هفكر ابيعها. انا ما بيهمنيش شكل الراجل، انا اكتر حاجه تهمني في الراجل حنيته، ده اللي انا بفتقده، الحنان. يا لهوي، انا لو كنت لقيت الست اللي احس معاها بالامان انا ما كنتش بعت البيت ده. صدق بالله يا حاجه. لا اله الا الله، انا اتشددت ليكي من اول ما دخلتي باب الفيلا، عارفه؟ وانت بتاخدي حقنه الانسولين حسيت ان السكر بيتدلدق من شفايفك، ولا وانت بتاخدي دواء الضغط، ضغط انا اللي علي احساسا بيكي، ولا دواء الحموضه وانت بتاخدي الفوار حسيت ان قلبي هو اللي بيفور. محسن بيه
ما تنساش ان اخويا عبد الحميد بينا. انا مش شايف حد غيرك. طب وموهجة؟ موهجة ممكن مين؟ ممكن مين؟ مالك او ليه؟ قولي بقى ايه رأيك في القصر؟ عجبك؟ عجبني ودي عايزة كلام. وعجبتني صاحبة القصر. امال ايه؟ انا كنت فاكرك ملاك ملاك، اتاري حبك هلاك هلاك. عطيات انت بتعمل ايه يا راجل؟ انت بعمل لها تنفس صناعي، اصل كنت بلعب سودوكو انا وهي ففيصت مني. وسخاتك دي تعملها بره البيت ده، ده بيت محترم. بقول لك ايه، اتكلمي في النص اللي يخصك. النص اللي يخصني انا اعمل فيه اللي انا عايزه، وبعدين انا مش هبيع بقى. عايزه تبيع انت احنا نشتري. انتوا مين انتوا؟ انا وقطعيته خطيبتي. مش كده قطعيته؟ قطعيته وخطيبتك من امتى عطيات؟ انت اتجننتي؟ اسمع يا عبد الحميد، دي حياتي الخاصة وما احبش حد يتدخل فيها ابدا. يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي. اللهم صل عليه. انا مش شايف اي خلاف بينكم، انتوا تقريبا متفقين. متفقين على ايه؟ عالدمج. على ايه؟ انتوا لو عملتوا دمج بين شركاتكم هتبقوا اكبر قوة اقتصادية في البلد كلها، ولا ايه يا نبيبي؟ ها اتش ام اي اي جروب. عملتوا دمج بين شركتكم وشركات عبد الحميد الانفوشي وعطيات الانفوشي في مشروع جواز كمان، يعني دمج اقتصادي على عائلي، وطلبتم قرض من بنك الفرار، وانت جاي لي دلوقتي عشان ازق لك القرض ده، مظبوط؟ انا رحت جبته من المدرسه اهو. انا مش هتكلم، بابا هو اللي هتكلم. يلا قول لي بابا انا قلت لك تقول له ايه واحنا جايين. ادي القرض لانكل يا داد. انت عيني كميله امه. بابا هو اللي هيبقى ضامن القرض يا باشا. اجيب منين تاني يا تهاني؟ محدش راضي يسلفني، اعمل ايه يعني؟ اسرق؟ خلاص بقى خليني قاعده جنبك، شكلنا كده ولا هنعرف نتجوز ولا نتنيل في سنتنا. وانا اعمل ايه يا تهاني؟ اعمل ايه؟ انا داير زي الحمار في ساقيه، من هنا للتوك توك للكومباون. انا بقالي 9 سنين ما غفلتش، ارحميني. انا بنام وانا واقف يا تهاني. اعمل لي قهوه رافض. حاضر يا باشا. واخرتها يا رافض؟ خليتها ولع في نفسها عشان اخلص من العيشه واللي عايشينها. انا اللي تهت لما انت مش قادر انك تحب وتتجوز، كنت بتقعدني جنبك. بقول لك يا تهاني انا مش ناقص ولا انا ناقصه يا اخي. انا كرهت عشتي بسببك. 9 سنين 9 سنين مرميه جنبك ومستنياك، كل يوم تقول بكره نخلص بعده نخلص وما بنخلص. كفايه بقى، كفايه قوي لحد كده. زعلتها ليه يا رأفت؟ مش أنا اللي زعلتها يا باشا، أنت اللي زعلتها. أنا يا ابني قربت لها ولا جيت ناحيتها؟ أنتوا اللي عملتوا فينا كده يا باشا. الفلوس اللي أنتوا غرقانين فيها دي فلوسنا إحنا. نشفتوها يا باشا. وصمصتوها. أنا كنت بحبك يا باشا، والله كنت بحبك، بس لما عشرتك عرفتك على حياتك. أنت واللي زيك السبب في اللي إحنا فيه ده يا باشا. المية جنيه اللي أنت مضيل عليها إيه؟ مش عايزها يا باشا، مش عايزها. Thank you.
كلنا دول. خش ورا ورايا. بتهرب من الكمين؟ لا هربان من قضايا يالا؟ فين بطاطا؟ يا باشا قضايا ايه يا باشا؟ انا كله في السليم، انا نازل اكل عيش يا باشا. ولما انت بتاكل عيش بتهرب ليه يا روح امك؟ فين الرخص والورق يالا؟ يا باشا ما انت عارفين ان لا ليه رخص ولا ليه ورق يا باشا. طب نجرع البوكس، خد التوك توك ده في العربية. ما تديش لي ايدي على الضغطة، لا ايدي عليها صيحة اللي احنا نعمل اول واكبر واضخم شركة استثمار عقاري في الشرق الاوسط. خد بالك يا حاج عبد الحميد. ها طبعا، بس يا اخوانا واحنا فرحانين كده بالدمج مش عايزين ننسى الاكل. الاكل يبرد ولا ايه يا موه؟ موه الكابوريا المخلية دي بقى مزاجة عندي عطت، عايزك لما نتجوز ما تتقطعش من البيت. ها وانا حشليها لك بايديا يا ميسو. بايديك اه بايديك نيني ودي ودي بيدي بيدي هم 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 يا جامل. فتفتحها له بقك واديها له عشان سنانه. ها اعملي حسابك شهر العسل هنقضيه كله في كأن على اليخت بتاعي يا روحي. احنا من هنا على لبنان على طول، ننزل بالطياره على المستشفى. انا دكاتره التجميل هناك قالوا لي ممكن يحطوا لك وش غير الوش ده خالص. كل مصري ينادي انا ميل كل بلادي، قلبي يميني فؤادي، روحي فداء اوطاني. يا جمالك يا دلالك، انا نفسي اشعر بحنانك. تحترم نفسك يا اخي وتقعد بادبك. ترضى ان انا اعمل في اختك كده؟ ليه لا؟ انا بقى مرضاش، والبيت ده بيت محترم. انت مالكش غير نص البيت بس. انا النص بتاع نص محترم، انت ليك النص اللي فوق وانا ليا النص اللي تحت، وكل واحد يلم نفسه بقى بصراحه. نعم نعم، وعبد الحميد ماله؟ ما اللي معاه هي اللي تلم نفسها بس يا وليه يا شرشوح. انت احنا اللي نلم نفسينا. يلا بينا عطيات. انا بس رايح فين؟ رايح فين ده؟ ده انا قعدت طقطقت، انا اللي غلطان يا بارع. انت ما هو الشغل لازم يبقى فيه طقطقه. انا اللي غلطان. اه بس عشان نتحاسب العمليه ما تجيش كده اصلا. عشان انا حطيت ايدي في ايد واحد زي ده. تاني يا عبد الحميد استنى بس، هو في شغل من غير طقطقه؟ مساء الخير يا ابو حسين بيه. خير يا سيادة اللواء، انتوا مش خدتوا القصر والشركات وكل حاجة؟ عايزين مني ايه تاني؟ انا مش جاي عشانك يا محسن بيه، انا جاي لعبد الحميد الانفوشي والست عطيات اخته. ايه طلعوا متعسرين هما كمان؟ لا انا سبت الاموال العامة من الحركة اللي فاتت. امال فين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات. مخدرات. وانا اقول اشمعنى انتوا اللي مش متعسرين في البلد دي؟ مخدرات. يلا حبيبي قطعيته. نعم يا حبيبي. يلا يا بنت الكلب من هنا يلا.
حاصل ليه؟ قابضين على رأفت وخدوه على الاسم. ايه اللي حاصل فيها تهاني؟ ابوس ايدك، ابوس رجلك تسعد. لو رأفت ما طلعش انا مش هسامح نفسي ابدا. والنبي يا بيه، والنبي انا ماليش غيره في الدنيا. رأفت اللي شغال عند موجه النشار اتحبس وخدوا التوك توك بتاعه، وانت جاي لي دلوقتي عشان نخرجه، مظبوط؟ ويا ريت يطلعوا لنا التوك توك يا باشا، ده واد غلبان. حاضر يا سيدي، الواد والتوك توك. ربنا يخلي لك بوبوس ولا يحرمك منه. هو اصل كان في حاجه كده يعني. مبروك مؤدبا. موجه النشار بني ادمه هايله وكويسه ومحترمه. بس الله لا بقى وشها يبقى كويس عليك. حاكم انت عارف الاستديو اصلها قدام. وطبعا انت عايز توافق اوضاعك دلوقتي انت وهي وتجدول من الاول. وغلاوه بوبوس عندك لا تديني اخر فرصه. انا المره دي هشتغل بجد. حاسس بفرتكه. يلا ايه؟ اتجوز في ظروفنا دي؟ ده انت رايق. ما العيال دول ظروفها صعب والليله بليله وبتجوزوا بره. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. سيادتك لا مؤاخذه مش عايز سواق؟ هو حضرتك بتشتغل سواق؟ سيادتك انا عندي تاكسي. طب عندك تاكسي وعايز تشتغل عندي ليه؟ لاقساط حراقه يا باشا، والبنك ما بيرحمش. الله، انت متعسر انت كمان؟ متعسر؟ الحمد لله. متعسر. مساء الجاب. مساء الجواب يا اخويا. مساء. محسوبك جدل صاحب الفرن اللي في اخر الحاره، وزي ما تقول الده انا اللي مربي رافض. ونعم ارباعك. الحلو واقف كده يا باشا، هما مش هيشوفوا حل. انا انت متعسر انت كمان؟ قوى قوى يا باشا، عندي امساك ليا ثلاث ايام. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ صحيح مفيش فل. لا ولما انت مش شايف فل بتقول لي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحزحه؟ شايفها مخدره؟ شايفها بتنطر؟ يا عم انا اسف ما جريتش كلمه. بقى جاي تقول لي انا مساء الفل ليه؟ شايفني رايق؟ شايفني مزقطط؟ مش شاكي عينه؟ الله، بتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا، وانا جبت سيره امك؟ انا بقول لك مساء الفل. وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل، لغايه ما تبقى عريان بلبوص معضم يجي لك عزرائيل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت قصدها بقى. اوعى على النبي، ده فرح عقبال عندك، وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى. اهو
اقعد يا نادر. مساء الفل. يعني خلاص خلصت يا باشا، جابوا ترفع، ربنا يتقبله. اللي قدامك ده رئيس عمال قد الدنيا، كنت شغال عند الجدع الحرامي شيخ المنصر اللي اسمه محسن الداوي. قمت من نومي فجأة لقيتهم رافضيني انا ويجي 3000 عامل زي، خرب بيوت يا باشا، شردونا يا باشا، اكلونا لحم ورمونا عظم. سبع عيال امهم بقرفهم، اكلهم وشربهم ومدارسهم، حيين في رقبتي يا باشا. يوم يجي الجدع اللي اسمه محسن الداوي شردني انا وانا وعيالي، عليا الطلاق بالتلاته اللي اجيبه مطرح مكان، اول ما اشوفه بالرصاصه دي اخترمه دماغه. وانت هتجيبه منين دلوقتي؟ ده كلهم سافوا وراحوا لندن. والله لو كان في بط الحوت لاجيبه. طب استاذن انا. تمشي ليه يا باشا؟ انت بتعصب ليه؟ انا اسف يا باشا، اسف يعني رميت بلاها عليك من غير سبع معرفه. نتعرف بسعادتك. انا مؤنس الشنكحاوي. مصلح الزعبلاوي. الزعبلاوي؟ احسن ناس. انت ابن مين في الزعبله؟ انت تعرف الزعبله كلهم واحد واحد. امال دول حبايبي. انا ابن يعني عارف، تعرف عنتر الزعبلاوي؟ امال ده مربيني. اهو ده عمتي. ايه عمتك؟ قصدي يعني واخد عمتي، مع عمتي من الزعبله برضو، عنتر وزعبله. يلا بينا. نومك شباب. تعرفش مكان محسن هنداوي؟ اول ما هشوفه هعرف هو فين، حاجه اقول لك على طول. يا رافض والنبي ما انت ماشي. نسمع سلام لراجل الاعمال الكبير اللي شرفنا وحضر فرح النهارده. اهو 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 اهو. نسمع سلام من الاول لمحسن بهنداوي. انا بقول نمشي احنا بقى ونسيب العرسان لوحديهم في ليله حلوه زي دي. ها صباح الخير. انا بقول برضو ما يصحش نمشي ونسيب العرسان في ليله حلوه زي دي. اتفضل. اقسم بالله انا شرعك يا محسن يا عداوي. ده مؤاخذه يعني يا باشا، ما عرفتكش بالعيله. ده الحاج شبانه ابويا. اهلا الحاج. والحاجه طبعا. اهلا الحاج. ودي اختي. اهلا وسهلا. وده جوز اختي. ده جوز اختك؟ شبه كابوريا. حضرتك والبنت دي بنت اختي. والواد ده بقى اشرف اخويا الصغير. اخوك؟ يا حاج. ربنا يزيد ويبارك كده ويتمم بالف خير. مش نسيب بقى العرسان يشوفوا مصلحتهم بدل ما احنا قاعدين كده على قلبهم؟ والله يا مدام زياره سيادتك دي هتفضل محفورة في قلوبنا طول العمر. طب يلا بقى خد الحاجة واتكل على الله. اتفضل يا حاج. يلا ولاد يلا ولاد يلا. ايه هتفضل واقف كده على طول؟ اتفضل. اتفضل. يلا بداية. وانت مش هتتفضل برضه ولا ايه؟ مش هتشوف مصلحتك؟ يلا قول. بقول لك ايه؟ ها؟ عارف لو يلا. واحنا مش هنشوف مصلحتنا برضه ولا ايه؟ طب احنا في ايه ولا في ايه بس؟ واحنا بنعمل حاجه غلط؟ احنا مش مخطوبين لبعض.
لا مؤاخذة يا محسن بيه، أصل مش جاي لي نوم. لا السهر وحش علشانك، خش نام يا حاج. الفكرة يا محسن بيه، أصل كنت عامل استبدال معاش وكانوا بيخصموا مني 15 جنيه كل شهر. جم الشهر ده ما ادونيش العلاوة. معلش، خد يا عم شبانة تعال. ملوش لزوم يا بيه. ازاي بقى؟ اسمع تعال خد. الحبايه الزرقاء. ايوه الحبايه الزرقاء. يبقى ادعي لي يا عم شبانه. بلاش دوشه بقى، احنا مش فاضيين لك، خليها نروق. الراجل قرقش ال كنا بنقول ايه بقى؟ ما تتلم بقى، الراجل اخد بيل. انا قلت يمكن تحبوا تشربوا شاي ولا حاجه. هو البيت ده ما حدش بينام فيه ولا ايه؟ اصل انا اخويا كنت داخله جمعيه عشان اجوز رأفت وقبضتها الاول. ولما جه ميعاد قسط الجمعيه كان شطب على اللي ورايا واللي قدامي. والوليه بقى ام ميرفت بتاع الجمعيه. خد يا حاج، ربنا يخليك وما يشحطط لك وليه ابدا. الحاج بينده عليكي. حاضر. عايز الصايه. عايز ايه؟ صايه. وانت هتطير علينا؟ روح اتطير في الحمام اجري، ويلا عشان تنام عشان المدرسه الصبح. انا مش هروح المدرسه تاني. ليه؟ اصل ما دفعتش المصاريف، ولو رحت هيمشوني. ده احنا بنتقلب هنا. خد يا حبيبي. ايه ده؟ فياجرا؟ فياجرا. هات واحده. خد. لا 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 لا، ده مضر للبول. لا روح اعمل اللي انت عايز تعمله وخش نام. يلا يلا. طب هات المصاريف. خد يا حبيبي يلا. التصيره راحت، التصيره راحت، التصيره راحت، التصيره راحت، التصيره راحت. يا ليل يا عيني، يا ليل يا ليل يا ليل يا حلو يا اللي غرامك في الفؤاد شبابيك، انا قلبي شافك وانشبك بيك، ولا فيش كوين غير بصك من الشبابيك. فين ترخر؟ ده ايه الليله السودا المنيله بستين نيله دي؟ مش عارف يا باشا، مش عارف ايه اللي حصل. موجه، خش البيت اللي جوه دي، اقعدي معاها شويه عقبال ما اتكلم مع رافت كلمتين. حاضر. ايه اللي حصل؟ يا باشا انا كنت كويس. وفجاه اتعثرت. اتعثرت ليه انت راخر؟ يمكن يا باشا عشان اول مره امسك ايديها. هو انت طول التسع سنين خطوبه ما مسكتش ايديها؟ ما انا ما كانش ينفع امسك ايديها سيادتك، افرض مسكت ايديها وما حصلش نصيب يعني وما اتجوزناش، كنت اسيبها كده ممسوك ايديها تتلطم في الدنيا؟ فعلا صحيح، ما حدش يرضى يتجوز واحده ممسوك ايديها قبل كده. اسمع انت، سيبك من ايديها خالص، اعتبر ان ملهاش ايدين، الليله دي ليله الدخله مش ليله الايدين. يعني نسيبنا من ايدينا خالص؟ سيبكم من ايديكم، انتوا هتمشوا على السلك. سيبك من ايديها، هي ايدك انت هي اللي تبقى شغاله. يا هبله، ده جوزك حلالك. ما انا سبته يشوف شعري. يا سلام، يعني انت عايزه تفهميني تسع سنين ما امسكش ايدك، ما بسكيش، ما حضنكيش، ما بعملش اي حاجه؟ انا لا والله عمري ابدا. جاتك خيبه، جاتك نيله يا هبله. ده عايز نقلع هدومي. هعمل كده فعلا يا باشا؟ اقعد بس اقعد، انت اتخضيت كده ليه؟ الله، وانا بغشك بديك وصفه غلط؟ هو ما فيش غير كده.
يا باشا يعني بصوا احضان كده على طول. على طول ازاي؟ لازم يسخن الاول، ها؟ يدخلها في المود، تغمز لها بعينك، تلعب لها حواجبك، تضربها بايدك كده ضربه خفيفه على ها على اي حته يعني. ها ها انت مستلوح ليه كده؟ دخليه في المود، ضحكه مايسه. حركه سايعه، الاغراء مش عري، الاغراء بصه. اهم حاجه العري. بصات ايه؟ لازم تقلع ملط يا باشا. بس يعني ده مش حرام يا باشا؟ حرمت عليك عيشتك اذا كنت انا سخنت وانا بتكلم. تعرفي ترقصي؟ اظن مفيش ست ما بتعرفش ترقص. انا ما بعرفش ارقص. وانا بقول لك اعملي له استعراض يا بنت انتي. طب شفتي روبي والعجله؟ ليه ليه داري كده؟ هو انا داري كده؟ طب هايفه وشاجي؟ ما شفتش الكلاب بتعمل ايه مع بعض في الشارع؟ اسمع، انا هخش انا وموجه في الاوضه، وانت هات هاني اقعد بره هنا. شكلك كده هتاخد وقت عقبال ما تفهم ومعطر الاوضه على الفاضي. ها بص اسمع، خد حبايه من دول هتعمل معاك شغل، لو ما عملتش شغل ارمي عليها اليمين واخلص من الموال ده. ارمي اليمين على مين سيادتك؟ ارمي على موجه وبعت لي تهاني. يا ليلى سودة رأفت عايزاك. البيت ده عايز له مصنع في أجر. فكيها بقى. حاضر. انت ايه اللي جابك؟ انت مش قلت لي تعالى؟ انا قلت عايزه رأفت. رأفت مساء الخير. مساء النور. ممكن تبطلوا بقى لعب العيال ده؟ تعالى نام جنب مراتك. انت رايح فين؟ مش بتقولي تعالى نام جنب مراته؟ بقول لك ايه؟ زي ما فهمتك. حاضر. يلا يلا يلا. تاخد الشريط كله، خد حبايه واحده. لو خدت الشريط كله هتجيب عيال دلوقتي. ها وبعدين يعني شويه لعب في الاول. ها ايد بطاله وايد شغاله يعني. مش خد بالك تهاني؟ بصي بصي يا حبيبتي. انت كليك اللي انت كشي اللي هو انتوا الاثنين يعني. هي تعمل لك كده، انت تعمل لها كده. انت خد بالك. انت كده انت كده ريري ريري تيجي تيجي. تعمل ايه؟ دلوقتي سخنه قوي. كله تمام دلوقتي وكله ايه؟ قصه يعني. ايوه يا باشا، ابن حلال مصفي. انا في بقى تاتا. وبتحضر فرح رأفت على تهاني؟ وما تقدرش تنزل عشان في ضرب نار تحت. بس ما تقلقش، الحكايه دي هتنتهي دلوقتي حالا. بس انا كنت عايزك في موضوع كده خمس دقايق مش اكتر. حاضر يا باشا. حاضر. خلاص الدوله هتخلص كل حاجه تحت واحنا ايه الروبة. ها وقت يا جناوي، نعيدك على ايدي. تعالى ايه ده؟ انت قلت لها ايه؟ انا ما قلتش كده خالص. هي دماغتهم بقت عامله كده ليه؟ ضربك يا جناوي، مش هسيبك يا جناوي، مش هسيبك يا جناوي. اقسم بالله ما هسيبك يا جناوي. بتتعامل بالحكومة، خليها تنفعك. اوعى، مش هسيبك يا جناوي. خلاص يا ولي، خلاص يا ولي، كفاية كده قوي. احنا كنا فين؟ ده كده رضا قوي. عايزك تسمعي المنطقة ان احنا جامدين قوي. ماشي يا محسن يا هداوي، ماشي يا محسن يا هداوي، ماشي يا محسن يا هداوي. مساء الفل. مفيش فل، مفيش فل، مش هسيبك، مش هسيبك يا محسن يا هداوي.
خير يا باشا. أول مرة أدخل على سعادتك لا تقولي بفكر في إيه ولا جاي ليه. حسك في الدنيا يا باشا. لأن المرة دي أنا اللي عايزك يا محسن بيه. خير يا باشا. أقعد. أولاً أحب أبشرك بأن كل الطلبات اللي أنت طلبتها مني المرة اللي فاتت بتتنفذ وبمنتهى السرعة. ربنا يخليك لينا يا باشا ويخلي لك بوبس. المرة دي بقى إحنا لينا طلب عندك. أنت تؤمر. بالنسبة لمسألة الجواز إحنا نرى أنها خطوة غير مستحبة بالنسبة لك في الوقت الحالي. إحنا نرى؟ مين إحنا نرى دول يا باشا؟ الدولة. الدولة هي اللي مش عايزة؟ أنت عارف إن لطفي ألماظ واحد من أكبر رجال الأعمال اللي موجودين في البلد. الراجل وقف جنب الحكومة كتير وعمره ما تأخر عنها أبداً. هو حالياً مترشح لمنصب مهم قوي في الحكومة. والراجل جالي وشرح لي الموقف. قال لي إنه كان عايز يتجوز مهاجر نشار وإنه تقدم لها وكانت موافقة. لغاية ما ظهرت أنت بقى. أنت عارف إن له عندها 100 مليون جنيه ومع ذلك ما خدش أي إجراء قانوني ضدها. إحنا درسنا الموقف كويس. والعقل بيقول إن محسن هنداوي لازم يفضل واقف على رجليه علشان يكمل. وإن لطفي ألماظ لازم يتجوز الست اللي في حكم خطيبته. وإن مهجن نشار لازم ما تدخلش السجن عشان تقدر تكمل حياتها بالطريقة اللي تليق بيها وباسمها وبسمعتها. ولا إيه؟ هو ده رأي الدولة؟ لا، ورأيي أنا كمان بشكل ودي كصديق لكل الأطراف. بص يا زومبي، أنا هتجوز مهجة غصب عن عين أم الدولة. قلقان عليك طول الليل، مال وشك متغير؟ كلمتك في التليفون 100 مره ما ردتش عليا. ما تكلمني يا محسن، في ايه؟ حصل حاجه؟ ايوه يا راجل. انا كنت واثقه انك ما نمتيش. الف مبروك يا موها. لطفي كمان ما كانش عارف ينام ابدا. اصله لما عرف الحقيقه بقى اتصرف على طول. هو اللي خلصك من الراجل الواطي اللي اسمه محسن هنداوي. انت رايح فين؟ انا ماشي. وسايبني؟ انا سايب البلد كلها. اتقول له عشان اتجوز لطفي الماظ مش كده؟ بص يا موجه، انت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط ولا انا كمان. كل واحد روح لحاله احسن. حسبتها يا محسن بيه؟ انا ما حسبتهاش علشاني. انا حسبتها علشانك انت. انا جيت بوصلك كل حاجه. انا همشي. المركب لما تغرق كله بينط منها. وانت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حالي يا موجه. الدوله لسه نايمه ما صحيتش. خليني اطلع منها على خير. رجلي على رجلك. انا رايح لندن. حاجي معاك بس وانا مراتك.
محسن بيه هنداوي؟ اتفضلوا معانا. محكمة! حكمت المحكمة حضورياً على المتهمة مهجة عرف النشار بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وعلى المتهم محسن محمود هنداوي بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا سيدي ده سجن مش منتجع سياحي، دول طلبوا موبايلات دخلنا لهم بلازمات لابتوب، ده احنا اشتركنا لهم في النت. لا 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 ده كتير كتير. الله، الصحافة تقول عليا ايه؟ احتفل بعيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح البلح البلح؟ نعم، اؤمر يا محسن بيه. انا عامل اضراب وببلغ حضرتك رسميا بكده. اضراب؟ ايوه. اشمعنى انا اللي مش هعمل اضراب؟ اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات. ايه اللي ناقصك؟ يا سيدي الطلبات جاهزه، ده قانون حق المسجون. شوف يا سيدي انا معلم عليه بالقلم الاحمر. من حق اي مسجون متزوج ان يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مره كل 45 يوم، يعني 8 مرات في السنه. انتوا ليكوا عندي 10 سنين سجن، انا ليا 80 مره. احنا نقسمها بقى، بدل ما يبقوا 80 مره على 10 سنين نضربهم في شهر واحد ونخلص. انا هوقف ايه المانع عندكم؟ انت بتقول ايه؟ ده سجن محترم مش شقه مفروشه. طيب انا بحملكم المسؤوليه كامله، انا هبلغ جميع جمعيات حقوق الانسان، هبلغ جمعيات الدفاع عن سجناء الراي. مين سجناء الراي؟ هوصلها للامم المتحده، هبلغ اوباما شخصيا. حرام حرام عليكم، انا بعمل حاجات ما عملتهاش من ايام ما كنت في الاعداديه. ايه؟ حرام، من ايام ما كنت في الاعداديه ما كنتش بعمل حاجات. خلاص فهمت فهمت فهمت. كل يوم الصبح فهمت مش كده؟ تمام يا فندم. الاستاذ عبد المنصف والاستاذ لبيب المحامي بيستاذنوا سعادتك في الدخول يا فندم. خليهم يخشوا. امرك يا فندم. وانت بتعمل ايه؟ اهو حجه في الشؤون القانونيه، انا ليا الحق اعمل اضراب ولا لا؟ اضراب ايه يا محسن بيه؟ الف مبروك، لجان البنوك وافقت على مشروع الجدوله والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك. وعادي قرار النيابه بالافراج. وموجة خرجت بالسلامة النهاردة الصبح، ورايحين دلوقتي اجتماع عند نظام بيه عبد الدايم، عايز يقعد معاكم. سك على الإضراب يا باشا. ظهر إنها تسوية شاملة، كان لازم الدولة تعمل كده كده الناس تعرف تشتغل. زي ما قلت لحضرتك كده، ده مش مجرد تصالح، ده عبور اقتصادي، لان الاقتصاديه بتاثر على الصلاحيه في السكاس مستكيتس. هو هنا اجتماع اللجنه؟ هو هنا اجتماع اللجنه؟ لا، هنا موقف احمد حلمي. اتفضل. امال موج هانم فين؟ ولا انا شايف محسن بيه؟ ده مش نظام. النظام اتغير، نظام بيه عبد الدايم خلاص مشي، واحنا جايبينكم النهارده كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحله الجديده. الدوله رأت ان سجن رجال الاعمال وهروبهم خارج البلد مش في مصلحه اي طرف من الاطراف، عشان كده بعد التسويه والتصالح اكتملت اضلاع المثلث، الحكومه، رجال الاعمال، الشعب. عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينة الوطن لبر الأمان. وإحنا نرى الله، إحنا نرى برضو، إحنا ما تعرفناش بسيادتك. فكري جديد. الأمور ده اللي في الصورة ابن سعادتك؟ أيوة، باسم ابني. باسم. Ha ha ha.
بوبس.